اهلا بيكم معايا مرة تانية في كايرو دار، ونكمل اسئلتنا مع منهج علم النفس في السين والجيم كالمعتاد. الحقيقة النهاردة هنبدأ بسؤال متى. يمكن اثبتت الدراسات والابحاث العلمية اخوانا انه افضل طريقة للمذاكرة بنظام السؤال والاجابة. تعالوا نشوط مع بعض، متى؟ متى ايه؟ متى يستخدم المنهج شبه التجريبي؟ احنا قلنا انه احنا عندنا ثلاث مناهج، استبطان وتجريبي وشبه تجريبي. امتى يستخدم التجريبي وامتى يستخدم شبه التجريبي وامتى الاستبطان؟ احنا قلنا الاستبطان لما في قصه مشاعر هتحكي لي عن اللي جواك، لكن هل كل الموضوعات ينفع معاها المنهج التجريبي؟ رغم ان المنهج التجريبي بيقولوا انه من ادق المناهج العلميه، الحقيقه للاسف مش كل الموضوعات ينفع معاها المنهج التجريبي. زي موضوع اثر ادمان المخدرات على سلوك الافراد. يعني المتغير المستقل ادمان المخدر على سلوك الافراد متغير تابع، مش هينفع ابدا ان انا اجيب اشخاص ليسوا بمدمنين فاجعلهم مدمنين لمجرد ان اتعرف على مدى تاثير المخدر عليهم، او ان انا عايز اعرف اثر الطلاق على سلوك الاطفال فطلقهم من بعض عشان اشوف ان الاسره اطلعها من بره عشان اشوف بقى هل هتاثر سلوك الاطفال ولا لا. طبعا ده كلام مش هينفع. لذا احنا لازم على طول نشتغل بالمنهج الشبه التجريبي للاعتبار الاخلاقي حتى لا ناذي الانسان، فنحضر اشخاص مدمنين معاهم المتغير المستقل بتاعهم اللي هو المخدرات ونقارنهم بغير المدمنين، وبكده نقدر نتعرف هل المخدر يؤثر على سلوك الافراد ولا لا. في نقطه مهمه يا جماعه حضراتكم كلكم بتنسوها رغم انها قدام عينك، الهيد بتاع القطعه البدايه. يعني منهج تجريبي، المنهج الشبه تجريبي، المنهج شبه التجريبي هو الذي يدرس العلاقه بين متغيرين على ما هم عليه في الواقع ودون التحكم في المتغيرات. انا ما بتحكمش في المتغير، هم جايين جاهزين مع المتغير المستقل بتاعهم اللي هو الادمان، مدمنين اصلا، ونقارنهم بغير المدمنين. هل تؤيد علم النفس صله وثيقه بعلم الاجتماع؟ مهم قوي تكتب اؤيد، لانه كاتبها وطب راجل كويس خالص. نعم اؤيد هذا الراي، لاني اؤيد هنا عليها نص درجه. خدوا بالكم يا جماعه، احنا قلنا ان علم النفس مش بس ليه علاقه بالجسم، ده علم النفس ليه علاقه بالاجتماع. يعني عندنا قال لك اذا كان علم الاجتماع بيدرس التجمعات البشريه وما فيها من افراد يتفاعلون وظواهر سلوكيه الى اخره، فان علم النفس يدرس نفس الموضوعات بتاعت علم الاجتماع دي، بس علم النفس الاجتماعي برهن على رغم وجود صله وثيقه بين الانفعالات والدوافع الا انه يمكن التمييز بينهما. شوف المقطع ده عاوز يوضح انه في علاقه بين الدوافع والانفعالات. انا بشوف ان العلاقه في كلمتين، منبه واعتماد. ايه منبه؟ تستثار الانفعالات، تستثار يعني تنشط، تستثار الانفعالات من منبهات خارجيه وتستثار الدوافع من منبهات داخليه. يبقى الدوافع والانفعالات بيستثار وينشطوا عن طريق نفس المصدر ونفس السبب وهو كلمه منبه. صح ده داخلي وده خارجي، لكن في النهايه الاثنين قسم مشترك بينهم كلمه منبه. ادي اول دليل للعلاقه. دليل ثاني، خلاص باينه كده، يبقى في علاقه بين الدوافع والانفعالات في كلمتين، انه تستثار الانفعالات والدوافع عن طريق نفس السبب وهو كلمه منبه. ادي اول دليل للعلاقه. تاني دليل ان الدوافع تعتمد على الانفعالات، اي اعتماد، وهذا الدليل التاني على وجود العلاقه. سؤال اخر، هل تؤيد رغم ان دافع الامومه له اسس بيولوجيه الا انه يتشكل وفقا للعديد من القيم، هل تؤيد الراي مع ذكر المبرر؟ الحقيقه انا بعيد، يعني حضراتكم لو هتبصوا كويس هتلاقي ان دافع الامومه الجانبين داخلين فيه، جانب فيسيولوجي او بيولوجي، لانه اكتشفوا انه الامومه في الاصل هرمون في الدم، وكمان داخل فيها عامل اجتماعي اللي هو الخبره والقيم وما الى ذلك من عوامل اجتماعيه بتخلي بعض الامهات تهملنا في تربيه ابنائهن، فرغم ان هناك هرمون الامومه جواها زيها زي الحيوانات، لكن بيجي عليها عوامل اجتماعيه بتضعف من تاثير هرمون الامومه، زي الخبره، مفيش خبره للامومه، مفيش قيم دينيه وثقافيه زي امهات الشوارع، ولا عندها دين ولا عاده ولا تقليد. المحاكاه او التقليد بتجد جارتها بتتعامل مع اولادها بنوع من الاهمال فتقلدها، او درجه توافقها الشخصي الذي ينعكس على اولادها رعايه او اهمالا،
بمعنى درجة التوافق ومعنى درجة الرضا، هي مش راضية عن جوزها، مش راضية بالتالي عن عيالها، وبالتالي دافع الأمومة يتراجع لمربع واحد تاني. وده يمكن بيفسر ليه بعض الأمهات يهملن في تربية أبنائهن، أو يمكن يرمين أبنائهن. هذه العوامل الاجتماعية اللي بتضعف من تأثير هرمون الأمومة عند الإنسان مقارنة بالحيوان اللي ما عندوش هذه العوامل الاجتماعية. ولذا أحيانا يا جماعة عشان ما نزعلش، دافع الأمومة عند الحيوانات بيكون أعلى بسبب عدم وجود هذه العوامل الاجتماعية. عندنا سؤال تاني بيقول: وضح، يساعد دافع الانتماء الفرد على تكوين علاقات اجتماعية سوية. الحقيقة أنا عاوز أقول لحضراتكم أن دافع الانتماء بيعتبر من الدوافع الاجتماعية. إذا كان عندي دوافع فردية زي حب الاستطلاع والاستقلال، عندنا دوافع اجتماعية زي الإنجاز والانتماء. فالإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، لا يستطيع أن يعيش بعيدا عن الناس. كل واحد فينا يا جماعة ما يقدرش يعيش لوحده، يعني ما ينفعش تصحى الصبح تقول أنا هقطع علاقتي بأسرتي بصحابي، مش هتعرف تكمل، لأنه الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش وحده، إنما دائما وأبدا له الحاجة إلى الانتماء إلى الآخرين. الآخرين دول ممكن يكون جماعة أسرة، قد يكون جماعة أصدقاء. طيب ليها ميزة طبعا، لأنه بيحصل نوع من التوازن النفسي والرضا النفسي. طب إذا لم يشبع هذا الدافع، خلاص بقى خد المشكلة اللي عندك، أو يحصل مجموعة من المشكلات النفسية على رأسها القلق، الاكتئاب، الإحباط، الاضطراب النفسي، وربما في أصعب الحالات ممكن يؤدي إلى الانتحار. نشوف سؤال تاني. السؤال الجاي عندنا قدام حضراتكم بيقول: دلل بالأمثلة. إن الانفعالات دور في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي للفرد مع الآخرين. الحقيقة أنا بس عاوز ألفت نظركم إنه الجزء دوت دي إجابته الأصلية، لكن لو أنت عاوز تزود يعني للأمان أحيانا، لأنه بعض ساعات بيبقى طالب المقطعين الجزء ده واللي جاي هنشوف، فنكتب الاثنين أحسن. لو هي زيادة هيكتب لي على زيادة غير مطلوب، لو كانت مطلوبة في السؤال فعلا الجزئية التانية دي يبقى أنا كاتب الاثنين كده كده مأمن نفس. يعني أنا مش عاوز حضرتك تطلع بره اللجنة تقول هو كان عاوز دي بس ولا حاجة كمان، لأنه أحيانا بيبقى طالب دي بس وأحيانا بيبقى طالب المقطعين اللي هنشوفهم دلوقتي. اولا التوافق النفسي والاجتماعي بمعنى ان انا ابقى راضي عن نفسي وراضي عن المجتمع. عايز اقول لحضراتكم انه زي ما في صحة جسمية في صحة نفسية، ومن ملامح الصحة النفسية ان احنا نكون متوافقين، راضيين عن نفسنا، راضيين عن مجتمعنا بكل ما فيهما من مميزات وعيوب. الحقيقة الكلام ده بيتصنع بالتربية. ما هو انت النهاردة لما تربي ابنك على فكرة الثواب والعقاب اللي هي تناوله خبرا فعليها سارة، لما يعمل حاجة حلوة ومما يشجعه على مواصلة الجهد. يعني لو النهاردة قلنا انه فرش سجادة الصلاة وصلى، قلت لي برافو عليك حضنتيه، الطفل هيساعد هذا الامر على مواصلة الجهد. واذا عمل خطأ بانه قال لفظ مش ولا بد، ده هيخليه يعاقب من الاب او الام اللي هو تداول خبرة انفعالية مكدرة اي معاقبة، وده هيخلي الطفل يتجنب او يتوقف عن هذا السلوك الغير جيد. خلاصة الحكاية خبرة سارة وخبرة مكدرة. ما ينفعش على طول الخط نديله خبرة سارة او على طول الخط نديله خبرة مكدرة، انما حسب الموقف نعطيه ثواب او عقاب، فيجعل من طفلك شخص متوافق نفسيا واجتماعيا. الحقيقة لو حبينا نكمل ونزيد قدراتنا هنا، بيشتغل على العلاقية بين درجة الاستثارة الانفعالية والاداء التكيفي والمعرفي. احنا قلنا انه العلاقية هنا ممثلة ان الانفعالات ثلاث درجات: انفعال مرتفع زي الغضب، منخفض زي الحزن، درجة انفعال متوسط. عشان الناس بتسألني ايه المتوسط، درجة انفعال متوسط بمعنى حضرتك بتدي درجة انفعال تناسب الحدث. زي ان انا النهاردة عندي امتحان بكرة علم نفس، الان خايف بس مش خوف يشل الحركة لدرجة ان انا مش عارف اراجع، لا انا بقوم اراجع تاني بسرعة كده بالراحة من غير القلق الزائد اللي يشل الحركة ما يخليش الواحد يذاكر. ده اسمه درجة انفعال متوسطة تناسب الحدث. بيقول العلماء انه في حالة الانفعال المرتفع جدا او المنخفض جدا، اداء عقلي وابداعي ضعيف، ما بعرفش افكر. السبب مختلف رغم ان النتيجة واحدة. السبب في الاولى بيبقى بسبب التوتر، هذا التوتر الذي يعوق الذهن عن التفكير، وبالتالي اداء عقلي ضعيف، ده في المرتفع. اما في حالة الانفعال المنخفض زي الحزن، بيبقى الشخص هنا زي افتقادك لشخص عظيم عليك. انت قبل ما تخش اللجنة قالوا لي خبر لا قدر الله، ربنا يحفظها لك يا رب، صاحبتك ماتت. هذا الحزن الشديد يخلي الحد ده هيبقى عنده حالة من عدم الاهتمام وعدم بذل الجهد واللا مبالاة، وبالتالي اداء عقل وابداعي ضعيف. لما كنت بتعيطي في اللجنة بيجيلك المراقب يقولك طب يا بنتي اكتبي اي حاجة، تقول له اكتب ايه، ما احنا كلنا في النهاية هنموت.
يبقى الاداء العقلي في نهايه الامر ضعيف في الحالتين، لكن الاسباب مختلفه رغم النتيجه واحده. الاولاني تسبب التوتر والتاني عدم الاهتمام. طب اعلى مستويات الاداء العقلي في حاله الانفعال المتوسط في درجته، هنا بيبقى الاداء العقلي والابداعي في احسن مستوياته. وضح المقصود بالخداع الادراكي مبينا كيفيه الاستفاده منه في الحياه العمليه، ده سؤال. او سؤال اخر، الخداع الادراكي هو اضطراب سلوكي يدرك فيه الشخص مسيرات لا وجود لها في عالم الواقع. مبدئيا لازم نقول ما هو الخداع الادراكي. هو سوء تفسير المثيرات التي تنتمي لعالم الواقع، حاجه واقعيه موجوده قدامنا لكن بفسرها على غير حقيقتها، زي معلقه في كوبايه الميه فتبدو منكسره او معوجه رغم ان هذا غير صحيح وان حقيقه الامر المعلقه سليمه. ده اسمه خداع ادراكي، بتفسر مثير على غير حقيقه. من ضمن الخداعات الادراكيه عندنا خداع الطول والمسافه بتاع مولر ولاير، ودول علماء المان قالوا لو احنا حاطين خطين فوق بعض بس بدل ما نعمل السهم لبره هعمل السهم لجوه كده، وبالتالي هيبدو الخط الاسفل لو عملنا عكسنا راس السهم بدل ما يبقى لبره زي اللي فوق هعمل راس السهم لجوه، فهيبدو ان الخط الاسفل اطول من الاعلى مع ان حقيقه الامر الخطين قد بعض. الحقيقه استفدنا بالخداعات الادراكيه دي في عمل الديكورات والمناظر وما الى ذلك، وصناعه السينما والثري دي اللي هي البعد الثالث وما الى ذلك في السينما والديكورات المختلفه. عايزين نقول ان الخداع الادراكي اذا كان في عامل خارجي زي طول المسافه، في خداعات ادراكيه نتيجه عامل داخلي زي التوقع، زي انك بتدور على كتاب في حجم كف الايد لونه احمر مكتوب بخط ذهبي، اي كتاب بنفس الحجم بنفس اللون هتشده لان متوقع ان هو ده خلاص، فبتشده على انه هو لانه يبدو هو كذلك مؤهل انك هتلاقيه في المكان ده، فبتشد في اقرب شكل ليه وبعدين بتكتشف انه مش هو. خداع ادراكي بسبب عامل التوقع، انت اللي خدعت نفسك بنفسك لما عملت حاله الاستعداد دي. عندي سؤال مهم جدا ايضا بيقول طبعا اللي احنا كنا قلناه الخداعات الادراكيه والاستفاده منه في عمل الديكورات، بس انا رجعت بالسؤال تاني معلش. سؤال بيقول اذكر يتوقف تاثير الضوضاء كعامل مشتت للانتباه على العديد من العوامل، اذكر اتنين منها مداعما اجابتك بالامثله. ده يخليني اروح مع حضراتكم الى التشتت. احنا اتفقنا قبل كده يا جماعه عشان تفتكروا ان التشتت الانتباه يحدث عندما يكون المثير جديد ومفاجئ، لازم الشرط ده يا جماعه يكون جديد ومفاجئ عشان يشتت انتباهك عن المهمه الاصليه التي تركز عليها بالفعل اللي هي المذاكره، فيتشتت انتباهك على الضوضاء اللي خارج الغرفه ما بقتش عارف بقى اذاكر ولا اقوم افتح الباب. وساعتها حتى لو حضراتكم تفتكروا قلنا انه في الحاله دي اما انك انت هتزيد من جهدك في العمل الاصلي بمعنى انك انت يعني هتعلي صوتك في الاوضه عشان تغلوش على الضوضاء اللي بره، او انك انت تستجيب اوتوماتيكيا فتفتح الباب وتشوف ايه اللي بيحصل. العلماء بيقولوا طب انت تقدر تشتغل في الضوضاء؟ نعم يمكن العمل في الضوضاء، ولكن هذا يتوقف على عده عوامل، نقول اربع عوامل: نوع الضوضاء، نوع العمل، ادراك الفرد للضوضاء، دوافع الفرد للعمل. نوع الضوضاء، يقول لك الضوضاء المتواصله ما بتشتتش انتباهك، لان الضوضاء المتواصله اقل تاثيرا في تشتيت الانتباه من الضوضاء المتقطعه، فانت تستطيع ان تقرا كتاب اثناء سير القطار لانه ضوضاء متواصله، ولكن لا تستطيع ان تقرا نفس الكتاب وبجانبك طفل يبكي، لانه عياط الطفل هو ضوضاء متقطعه، او حد بينقر بايديه كده جنبك كل شويه. عندي كمان نوع العمل، اذا كان العمل اللي هتاديه عمل روتيني بسيط زي انك انت بتعملي تريكو او بتعمل قهوه في وسط فرح في وسط حفله مش هتتاثر ولا انت تتاثر بالضوضاء كعامل مشتت، ولكن اذا كان العمل اللي بتقوم بيه حل مساله رياضيه جديده او لعبه شطرنج في الحاله اللي زي ديت الضوضاء هتبقى عامل مشتت للانتباه. دوافع الفرد للعمل وادراك الفرد للضوضاء، بنقول في ادراك الفرد للضوضاء كلما ادرك الفرد ان الضوضاء شيء ضروري واساسي في العمل ولا يمكن العمل بدونه هنا لا تكون مشتته للانتباه كضوضاء الات المصنع بالنسبه للعمل. يعني كل ما كنت انت مدرك ان الضوضاء في العمل هنا اساسيه مش هنقدر نشتغل من غيرها كضجيج الالات بالنسبه لالات المصنع بالنسبه للعامل، الحقيقه كل ما كنت عارف ان الضوضاء هنا اساسي ولا يمكن العمل بدونها لا تكون مشتته للانتباه. نقول بالمره كمان دوافع الفرد للعمل، كلما كان الدافع قويا للعمل قل تاثير الضوضاء كعامل مشتت، كل ما كنت الدافع عندك قوي للمذاكره النهارده لان امتحان علم النفس بكره مش هتتشتت باي ضوضاء، يا رب تكون في فرح في الشارع مش هيحصل لك حاجه لانه دماغك كلها مع امتحان بكره، فالدافع قوي يا رب على طول. السلام عليكم.